هيدي الجزيرة بتبعد 5 كيلومتر عن الساحل، وهي واحدة من أهم المحميات على البحر الأبيض المتوسط. بس ليش؟ لما نذكر محمية نتخيل غابات وأشجار، بس محميتنا غير، فيها أسماك وسلاحف ومي. نحن اليوم بمحمية جزر النخل بمدينة طرابلس. هالمحمية بتفتح أبوابها لعشاء السباحة بفصل الصيف، لأن فيها أنظف شط بلبنان، وبالشتاء بتكون ملجأ للسلاحف حتى تبيض وتتكاثر بمنقى عن البشر مع كتير من الأسماك والمخلوقات البحرية. ولأن وجود هالكائنات مهم كتير، صار في حمى المنصوري بجنوب مثل ما في محمية بشمال لبنان، وهالحمى عم تشتغل أنها تحافظ على السلاحف وتكاثرها ببرنامج مدعوم من الاتحاد الأوروبي. جزيرة النخل مقصد سياحي مهم كتير بالصيف، ومحمية طبيعية مهمة للتنوع البيئي بالشتوية، وكتير أوقات ممكن السياحة العشوائية تأثر على البيئة. فكيف قولكن فينا نوازن بين الاثنين؟